صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بأخبار كرة القدم والحدث نهاية الأسبوع، عودة المسابقات الإفريقية من خلال مباريات إياب كأس الكاف وكأس دوري أبطال إفريقيا. البداية بالشامبيونز ليج، رابطة الأبطال الإفريقية، برنامج المباريات مع تعيينات الحكام يوم السبت 7:00 في ملعب حمادي العقربي في رادس. الترجي يواجه فريق داكيتا هاما من الصومال، الحكم التوغولي جناما سيكون في التحكيم. ومباراة الذهاب نذكر 4-1 للترجي. 8:00 ديما يوم السبت، مولدية الجزائر يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري بإدارة الحكم الجنوب أفريقي أبو نجيل. الذهاب 1-0 للاتحاد وكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مباريات تتلعب على نهارين بالنسبة للفرق التونسية. يوم السبت 6:30 في الطيب المهيري في صفاقس، نادي الرياضي صفاقسي مع فريق روكينزو البوراندي، الحكم الكونغولي كابينغا. الذهاب نذكر 1-0 للسي اس اس. واختتام المباريات ان شاء الله اختتامها مسك مع فريق الملعب التونسي، ان شاء الله 4-4 بالنسبه للفرق التونسيه ويأكدوا انتصاراتهم في مباريات الذهاب. اذا يوم الاحد 6:00 الملعب التونسي في وهران في الجزائر، اتحاد العاصمه ضد الملعب التونسي، التحكيم للسوداني صبري محمد فضل. الذهاب 1-0 للبقلاوه. ونهاية الأسبوع هذا تتواصل بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال مباراة واحدة من الجولة الثانية يوم الأحد كما قلت في ملعب حمادي العقربي في رادس 4:30 بين فريق النادي الإفريقي وشبيبة العمران. بقية المباريات يوم الأربعاء 25 سبتمبر، المستقبل الرياضي بسليمان يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي الرياضي صفاقسي اتحاد بن قردان. يوم الخميس أيضا 26 سبتمبر، الملعب التونسي نجم المتلوي، الاتحاد الرياضي منستيري يواجه فريق النجم الرياضي الساحلي، وكل المباريات تنطلق على الساعة 3:30. ونذكر إلى حد الآن تلعبوا 3 مباريات من الجولة. الأولمبي الباجي انتصر على مستقبل جابس 1-0، اتحاد طاوين فاز عن نادي الرياضي بنزرتي 2-0، والقوافل الرياضية بقفصة ينهزم ضد الترجي جرجيس 3-1. وتعيينات مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباريات تتلعب على 2 دفعات. البداية يوم السبت 28 سبتمبر مع 3:30 في ملعب زويتن، الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه نادي الرياضي صفاقسي، النادي الرياضي بنزرتي يستضيف في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت مستقبل سليمان، في قفصة القوافل تواجه نادي الإفريقي، والاتحاد الرياضي ببن قردان يستضيف الأولمبي الباجي. كل المباريات مع 3:30. يوم الأحد 29 سبتمبر مع 3:30 ديما نحكي على مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النجم الرياضي الساحلي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين، المستقبل الرياضي بجابس مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بقية المباريات أيضا مع 3:30 ترجي جرجيس مع نجم متلوي، و5:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس، الترجي الرياضي التونسي يواجه الملعب التونسي. النادي الرياضي بنزرتي أعلن البارح على تركيبة الإطار الفني جديد لفريق الأكابر، المدرب الأول سامي القفسي، مدرب مساعد كل من زياد العروسي وعلي المشاني، مدرب الحراس محمد عبد المولى، في الإعداد البدني أحمد الحداد وعبد الرحمن الهمامي. البارح نذكر أول حصة تدريبية بإشراف الإطار الفني الجديد للسيابي. في المقابل عماد بن يونس باش يكون هو المدرب الجديد لنجم المتلوي لتعويض المنذر مخلوف، حركة كبيرة على مستوى أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رغم أنه فما أندية لعبت مباراة وحيدة إلى حد الآن. في قوافل قفصة بعد مباراة واحدة لسمير الجويلي صارت القطيعة، والمدرب الجديد هو جمال خشيرم. هذا بالنسبة للمدربين. نتعداو أيضا لأخبار الميركاتو، في الساعات الماضية سجلنا بعض الصفقات. نذكر الميركاتو ينتهي بعد غدوة في تونس، يعني يوم 20 سبتمبر. طاح الريتم شويه نتاع الصفقات وهذا طبيعي جدا. النجم الرياضي الساحلي يعلن بصفه رسميه انتداب لاعب مستقبل مرسى نزار السميشي. من جهته اتحاد بن قردان اعلن البارح اتمام اجراءات التعاقد مع لاعب النادي الافريقي ادم الطاوس لمده 2 حتى لسنه 2026. في مستقبل جابس تجديد عقد اللاعب أسامة نفاتي لمدة 2 وفسخ عقود 3 ملاعبية هم حسن المرزوقي، حمزة اليزيدي ومؤنس الحاج عمر. ترجي جرجيس أعلن البارح تجديد عقد لاعب يسري الظلفاوي حتى لسنة 2027.
تم البارح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم سحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المباريات متاع الجولة الأولى تنطلق يعني يومي 12 و13 أكتوبر. برنامج المباريات متاع الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الأولى: مكارم المهدية مع نادي القربي، جمعية تريانة ملحم مسوسة، هلال مساكن مع نادي حملم في الملعب الإفريقي مازل بورقيبة يواجه سبورتينغ المكنين، القلعة الرياضية مع النجم الراتسي، جمعية مجرين مع جندوبة الرياضية، مستقبل واد الليل يواجه مستقبل المرسى. المجموعة الثانية: تقدم سقيطة الدائر مع نصر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد هلال الشابة، الملعب الجابسي مع أمل جربة، مستقبل قصرين سكك الحديد الصفاقسي، محيط قرقنة يواجه بعث بوحجلة، شبيبة القيروان مع هلال الرديف، وكوكب عقارب يلعب مع أمل الركبة. ومواصلة الاعتماد على نفس نظام الموسم الماضي، سحب المركز الأول فقط من كل مجموعة يتأهل ويصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأصحاب المراكز 13-14 في كل مجموعة ينزلوا لرابطة الهواة المستوى الأول. إلى الألعاب الفردية، دورة الدولية في البوسنة والهرسك تنسى الطاولة. نحكي وعن امتياز تونسي ما شاء الله عليه، البطل التونسي الشاب وسيم الصيد يتوج بميدالية ذهبية ثانية بعد ما تمكن البارح من تتويج في مسابقة الزوجي المختلط تحت 19 عام إلى جانب زميله الفرنسي جيان روباس بعد الفوز في الدورة النهائي على الثنائي ألماني 3-2. اليوم اختتام المنافسات، ووسيم يدخل الجدول الرئيسي لمسابقة فردي تحت 19 سنة في المركز الأول، يعني في الجدول النهائي هو مصنف أول. إلى ألعاب القوى للناشئين والناشئات، حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية العاشرة تحت 18 عام اللي أقيمت في الأيام الماضية في الطائف بالمملكة العربية السعودية، تونس تحرز 15 ميدالية في المجموع، 5 ذهبية 5 فضية 5 برونزية ومركز خامس في الجدول النهائي لترتيب الميداليات. بالنسبة للذهبيات، نلقاو إيمان الساعي سباق 5000 متر ومشي، ريان العبيدي ذهبية سباق 10000 متر ومشي، رحمة رقيق ذهبية مسابقة السباعي، إسلام شكري ذهبية سباق 1500 متر، فريال شنيبة ذهبية الوثب الثلاثي. بالنسبة للميداليات الفضية، نلقاو فريال شنيبة أيضا في الوثب الطويل، ياسمين الغويبي فضية سباق 100 متر، ليندا النايلي سباق 400 متر، فضية رمي الرمح كل من رحمة رقيق وريان بن سعيد. بالنسبة لبقية الميداليات البرونزية، ياسمين الغويبي سباق 100 متر، خليل عياشي الوثب الثلاثي، محمد علي أبو عزيزي برونزية سباق 3000 متر، محمد أمين بركالة برونزية سباق 400 متر، فرح برحومة برونزية الوثب الثلاثي. نختم بالشامبيونز ليج الأوروبية، الحدث البارح عودة المسابقة هذه، اليوفي ينتصر على بي اس في 3-1، يونغ بويز ينهزم ضد أستون فيلا 3-0، هزيمة ميلان ضد ليفربول 3-1، 9-2 انتصار بايرن على دينامو زغرب، ريال مدريد ينتصر على شتوتغارت 3-1، وسبورتينغ لشبونة ينتصر على ليل 2-0. برنامج مباريات اليوم: بولونيا مع شختار 6-4 مع أعلى غرام لعبنا دولي في فريق الأوكراني 6-4، سبارتاك براغ مع سالزبورغ، أيضا سلتيك يلعب مع 8 متاع ليل، كلوب بروج ضد دورتموند 8 متاع ليل، مانشستر سيتي لينتر، وبي اس جي جيرونا مع 8 متاع ليل. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.